قد لا يتوقف البعض عند اسم خابيير كليمنتي المدير الفني لمنتخب ليبيا منافس مصر، لكن الحقيقة أن كليمنتي هو واحد من الأسماء الأيقونية في تاريخ كرة القدم الإسبانية. مسيرة كليمنتي التدريبية بدأت مبكراً جداً بعد إصابته بكسر خطير وانتهاء مسيرته كلاعب، علشان يتولى تدريب أتلتيك بلباو سنة 1981 رغم أن كان عمره وقتها 31 سنة بس. اللي الناس ما كانتش تعرفه هو أن المدرب الأشقر الشاب هيقود أتلتيك بلباو لاكتساح الكرة الإسبانية. في سنة 83 قاد بلباو لأول دوري من 17 سنة في الجولة الأخيرة بسيناريو جنوني جداً على حساب ريال مدريد، وفي سنة 84 حافظ على اللقب وكسب الدوري تاني، ومش بس كده ده حصد الكاس على حساب برشلونة علشان يحقق الثنائية. ورغم إنجازاته التاريخية مع بلباو، لكن فترته مع زعيم الباسك بتشتهر بعداوته الرهيبة مع دييجو أرماندو مارادونا لاعب برشلونة وقتها. كليمنتي اشتهر بأساليبه التدريبية الدفاعية وإن فريقه كان بيلعب بعنف شديد والضحية كان مارادونا. في سبتمبر 83 قام أندوني جيكو تشيا قائد بلباو بالتدخل اللي كاد يقضي على مسيرة دييجو. كليمنتي خرج بعد المباراة وسخر من إصابة مارادونا وكمان قلل منها، وقال إنه هيستنى أسبوع علشان يتأكد إذا كانت فعلاً بالخطورة دي ولا لأ. في الشهور التالية بدأت حرب تصريحات شرسة بين كليمنتي ومارادونا. كليمنتي قال مارادونا لاعب رائع لكنه شخص أحمق. علشان يرد عليه مارادونا، كليمنتي لا يمتلك الرجولة الكافية ليخبرني بذلك في وجهي. السجال تواصل لما كليمنتي رد: لن أستطيع أن أخبر مارادونا بذلك في وجهه لأنه يسير دائما محاطا بمئتي حارس خاص. وطبعا العداوة ما كانتش مع مارادونا بس، لكن مع مدربه سيزر لويس مينوتي اللي كان قاد الأرجنتين سابقا للقب مونديال 78. مينوتي أحد عشاق الكرة الجميلة انتقد دائما أساليب كليمنتي الدفاعية قبل ما تشتعل حرب التصريحات بينهم على خلفية واقعة مارادونا. مينوتي وصف كليمنتي بالفاشي وقال إنه شخص معاق محدش يعرفه خارج بلباو. ورد كليمنتي كان قوي للغاية. المدرب الشاب قال: في بلباو يعرفون أنني معاق لأنني مضطر لاحتمال أغبياء مثله. ووصف مينوتي بألفاظ قوية زي العجوز أو حتى زير النساء، وقال عليه إن مدرب مخادع يعيش على إزدراء الآخرين، وإن لقب كأس العالم اللي فاز بيه كان صفقة اشتراها رئيس الأرجنتين في الواقع. المعركة النهائية بين بلباو كليمنتي وبرشلونة مينوتي ومارادونا كانت نهائي كأس الملك سنة 1984، أعنف مباراة في تاريخ إسبانيا. بلباو قدر يفوز 1-0 قبل ما تنفجر مشاجرة هائلة بين مارادونا ولاعبي بلباو تحت أنظار العيلة المالكة. مباراة كانت الأخيرة لمارادونا ومينوتي في برشلونة، وانتصار داخل وخارج الملعب لكليمنتي. بعدها انتقل كليمنتي لتدريب إسبانيول وقاده للمركز الثالث في الليغا الإسبانية سنة 1987، أفضل مركز في تاريخ النادي الكتالوني. مش بس كده، ده قاده للمشاركة في كأس الاتحاد الأوروبي، وفي مفاجأة مدوية قدر يطيح بميلان ثم جاروا إنتر على التوالي. ومباراة إنتر اشتهرت بخدعة غريبة عملها كليمنتي في الإياب لما طلب من عمال ملعب إسبانيول إنهم يرسموا الخطوط الجانبية من نقطة معينة عشان يضيق عرض الملعب ويقدر يخنق إنتر دفاعياً. وفي النهائي ورغم فوزه ذهابا على ليفركوزن 3-0، لكنه خسر في الذهاب بنفس النتيجة وفقد اللقب بغرابة شديدة في ركلات الترجيح. كليمنتي تولى تدريب إسبانيا لست سنوات وكان مدربها في مونديال 94 و98 وكذلك يورو 96، لكنه ما قدرش يحقق اي انجازات تذكر. ورغم عدم تحقيق إنجاز يذكر، لكن كليمنتي وصف فترته مع لاروخا بعد سنوات إنها أفضل من جيل في سانتي ديل بوسكي.
وخلال تدريبه إسبانيا دخل في عداوة كبيرة مع رادومير أنتيتش مدرب أتلتيكو مدريد، وقال عليه تصريحه الشهير إنه سمين للغاية. لا أعرف إن كان ذلك بسبب كثرة الطعام أم كثرة شرب الكحوليات. عليه أن يقلل من أكله ويكثر من عمله. وعدوات كليمنتي كتيرة في عالم كرة القدم، ممكن لأنه دايماً ما كانش دبلوماسي وكان بيقول رأيه بشكل مباشر. انتقد مارسيلو بيلسا وقال إنه مش إله وإنه مش مدرب خارق زي ما بيحاول يصوره البعض، وقال إن جوارديولا مش أفضل مدرب في العالم وإن طريقة لعبه أثناء الاستحواذ مش بتنال إعجابه. وتدريب كليمنتي لليبيا مش صدفة، في الواقع هي الولاية التانية ليه بعد فترته الأولى بين عام 2013 و 2016، وخلالها قاد كليمنتي فرسان المتوسط للفوز ببطولة إفريقيا للمحليين سنة 2014 في إنجاز كبير. فهل يقدر البسك الأشقر صاحب 71 عام إنه يقود ليبيا لإنجاز تاريخي جديد؟